بعد الكلمة الروحية الجميلة نبتدي مع حضراتكم أخبارنا النهاردة. وأول خبر معانا بيقول الرئيس السيسي: الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت الدولار. الرئيس امبارح كان في جولة يعني استمرت لساعات طويلة بيفتتح عدد من المشروعات وحضر مؤتمر للشباب في الإسكندرية، وكان ما بين البحيرة وما بين إسكندرية عدد من الأمور خاصة بمحافظة البحيرة، وقد إيه إن إحنا بنتكلم في سنة أو سنة ونص هيبقى في عدد من الأفدنة المستصلحة في البحيرة أكبر من محافظة البحيرة نفسها، يعني عدد أفدنة أكتر من عدد يعني مساحة البحيرة اللي موجودة دلوقتي. بنتكلم على نشاط كبير جدا في هذه المنطقة، بنتكلم على مشروعات كبيرة كمان في إسكندرية. الرئيس امبارح اتكلم مع الشباب، منهم شباب أحزاب مختلفة ومنهم شباب يعني بيحب بلده، وكانوا بيسألوا الرئيس على أكتر من حاجة. من ضمن الحاجات واللي فيها الخبر ده النهاردة كانوا بيتكلموه على مسألة التعويم وسعر الصرف ومرونة سعر الصرف، وأنا الرئيس شفته امبارح بيتكلم بمنتهى الصراحة. هل يبقى في تعويم في الفترة اللي جاية؟ أعتقد أن الرئيس يعني جاب من الآخر في القصة دي، وإيه اللي من الآخر؟ أن ما فيش تعويم، مش هيحصل تعويم الفترة اللي جاية. ليه؟ قالك لأن ده بيأثر بشكل مباشر جدا على أسعار كل حاجة. النهاردة أن أنت حتى لو تقول لي طب ما سعر السوق السوداء، أقولك استنى بس، النهاردة أنت لما تعمل تعويم في البنك وتقول لي سعر الدولار مثلا زي السوق السوداء، هيبتدي السوق السوداء يعلى تاني وعلي وأنا علي ومش هنخلص من القصة دي. فبيقول لك النهاردة أنت إيه اللي وصل كيلو لحمة ل 300 جنيه؟ سعر الدولار. النهاردة الناس كلها بتتكلم بسعر الدولار، العلف النهاردة بتتكلم بالدولار، أنت بتتكلم النهاردة على سعر البنزين اللي بتحطه في عربيتك أو السولار اللي بتحطه في عربيتك بتتكلم على الدولار. مش هينفع الدولة تعمل تعويم ويسيب لك سعر البنزين زي ما هو، مش هينفع الدولة تعمل تعويم وهتدخل السوبر ماركت تشتري حاجتك زي ما هي. تقول لي لا ما هم كانوا بيشتروا أصلا على أسعار السوق السوداء. هقول لك بس برضو الدولة لو عملت تعويم وسعر الدولار عالي في البنك برضو الأسعار هتزيد كتير جدا في السوق، في السوق على أي منتج أنت بتجيبه من في حياتك، من أول شوية الشاي اللي انت بتجيبهم والبن لحد أقصى حاجة. تقول لي ما هالأسعار زاد هتزيد ايه تاني؟ لا تزيد تاني وتزيد تالت وتزيد رابع. ومش عاجبك كيلو البن اللي وصل 350 جنيه بعد ما كان ب 120 جنيه، لا هتجيبه بعد كده ب 600 و700. اللي حاصل ايه؟ فالرئيس قال حاجة انا عجبتني، يعني قال اذا كان ده انا شايفه ان هو هيأثر على الناس بالشكل ده، وهو فعلا لو حصل هيأثر على الناس بالشكل ده، حتى لو ده ضد فكرة الاقتصاد وضد فكرة المنطق وضد فكرة العلم والورقة والقلم، بلاش منه، بلاش منه. فباختصار خالص مفيش تعويم الفترة اللي جاية. الناس اللي عمالة تعلي الدولار في السوق السوداء يقول لك أصل أنت ما تعرفش ده هيعومه يوم الاثنين اللي جاي، معرفش يوم الاثنين علاقة يوم الأول. كان قعدنا فترة كبيرة نتكلم عن التعويم بيبقى يوم الخميس، بعد كده يقول لك يوم الاثنين، استنى تلاقي الناس بتحكي مع بعض في الشارع يقول لك إيه استنى بيقول لك يوم الاثنين اللي جاي، فخلص بقى من النهاردة ما حدش لا هيقول لك الاثنين ولا الخميس. غالبا ما فيش تعويم، او زي ما الرئيس اكد فعلا ما فيش تعويم. لكن الحكاية ايه؟ الحكاية عايزة ان احنا الاقتصاد يتماسك بحاجتين. اول حاجة الدولة تسعى لزيادة السعة الدولارية، ان يبقى في دولار داخل لك بزيادة. نشكر ربنا السياحة في الفترة اللي فاتت هي اعلى نسب سياحة في مصر على مدار التاريخ كله، يعني دي حاجة من الحاجات المحترمة ومن الحاجات الكويسة، ان السياحة في مصر دلوقتي اعلى نسبة سياحة في تاريخ مصر كلها من اولها الاخيرة. امور تانية ممكن تجلب عليك الدولار، في بعض الامور المعروضة للبيع متوقع ان يدخل منها ارقام كبيرة. لو ما حصلش ده السوق مش هيبقى افضل شيء. بنتمنى يحصل مش انفراجة فالاسعار تنزل، لا احنا بنتمنى بس يحصل انفراجة فالاسعار تثبت. النهارده بشتري ازازة الزيت ب 40 جنيه، اروح بعد شهرين الاقيها ب 40، مش هروح بعد شهرين الاقيها ب 50 وبعديها ب 60 وبعديها ب 70 وعلي وانا علي وما نخلصش يعني. لكن الرئيس امبارح اتكلم في اكتر من نقطه واتكلم في اكتر من شيء، وحتى اكتر من شاب كان بيكلمه في حاجات كان بيقول له تعالى اشتغل معايا،
فالشباب كانوا بيتفاجئوا يعني، فيقول له انا على فكره مش بهزر، انا بقول لك تعالى اشتغل يا دكتور مصطفى، الدكتور مصطفى مدبور رئيس الوزراء، هاتوا اشتغل معايا، طالما عندك فكره وعندك استعداد تساعد وعندك استعداد تخدم تعالى اشتغل معايا. فكر يعني مواجهة الفكر بالفكر، يعني احنا مش بس بننتقد، اللي عنده نقد الحاجة او عنده فكرة الحاجة. امبارح يعني الواحد كان بيسمع كلمة سترس بيقف عند كل كلمة او كل جملة بيقولها، نتمنى فعلا ان يحصل على الاقل مش انفراجة زي ما اصحابي بيقول ان الحاجة تنزل مفيش حاجة هترخص، بس على الاقل يكون في ثبات. من ضمن طبعا الامور اللي احنا بقالنا ايام بنتكلم فيها ويمكن اكتر وشهور وبنتمنى ثباتها ونتمنى ان يكون في نزول في الاسعار، هي المنتجات او السلع التموينيه واسعار اللحوم. يعني في محاولات لتثبيت الاسعار او حل الازمه دي ويكون في انفراجه، وده بيحصل بان في استيراد كتير سواء لرؤوس ماشيه او لحوم مجمده جايه من بره وضخها في الاسواق، عشان ده يساعد شويه في ان الاسعار اللحوم اللي بره عند الجزارين اللي من امبارح واول امبارح وكل يوم بنتكلم فيه عن اخبار وزاره التموين عم نقول وصلت لغايه 300-350 وفي بعض المناطق اكتر من كده، ده هيتم ازاي؟ بانه يكون في ضخ في الاسواق، المعروض يكون كتير ويزيد حتى عن المطلوب فالاسعار تثبت او كمان تقل. بمناسبة طبعا عيد الأضحى، وزارة التموين بتقول أنه هيكون في وصول لخمس آلاف رأس أغنام من تنزانيا لطرحها في عيد الأضحى، وده هيساهم في ضخ المعروض وهتتذبح في مجازر في السويس. كمان ده بالإضافة لبعض أو كمية من اللحوم المجمدة اللي هتوصل مبردة، ممكن أقول لكم منين، ذبيحة ضأن مبردة من أوغندا مخطط وصولها جوا في الأيام القادمة، ده بالنسبة للحوم. طبعا عايز اقول على حاجه في اللحوم عشان امبارح فتحنا الموضوع وانا حابب النهارده اكملها. فكره ان انا لو ما بحبش اللحوم المستورده او اللحوم اللي بتيجي متلجه اللي هي بتتباع تقريبا ب 160 جنيه وفي بعض المناطق 130 كمان، في بعض المناطق بتبقى اقل من كده شويه، بلاش اروج لفكره اصل ده وحش وده حلو، انت مش هتاكله غيرك ياكل. وانا عايز اقول بالمناسبه الفنادق الخمس نجوم اللي احنا بنروح ناكل فيها وننبسط وبندفع في الليله 5,000 و6,000 جنيه هي ما بيجيبوش لحوم بلد، يعني ما بيجيبوش العجول يدبحوها في الفندق ويروحوا عند الجزار يقولوا نقلنا حته من القطعيه النهارده ويبتدي يعملها لك، لا بتاكل على فكره بتاكل اللحوم دي بتبقى مجمده 90 او اكتر في المية من 90% من المطاعم اللحوم بتبقى مجمدة والفراخ بتبقى مجمدة. واسأله والاكل اللي انت بتتباهى ان انا دخلت المطعم الفلاني وكلت ودفعت قد كده، ده انا دفعت كتير جدا، ده انا رحت انا والعيال خرجنا من المطعم انا ومراتي والعيلين دفعين مش عارف 1,000 جنيه وتبقى مبسوط قوي، وهي اللحوم دي اصلا مجمدة والفراخ مجمدة. فانا بس ان كان ليا طلب عايز اقوله لنفسي قبل ما اقوله لاي حد، اذا كان في حد راضي يجيب لحوم مجمدة وهي حلوة جدا على فكرة وكويسة جدا على فكرة وفي ناس بتعرف تتعامل معاه كويس جدا، بلاش اقعد اروج لفكرة ده حلو وده وحش، كله خير ربنا وكله حلو على فكرة. المرعى اللي بره مصر ممكن يكون افضل بكتير جدا من المرعى اللي عندك هنا، وعشان كده في رؤوس بس في استيرادها بتتذبح هنا، عشان بس احنا ما نعرفش اللحمه اتذبحت ازاي وصلت لنا ازاي، وانا ما بحبش اللحمه المجمده، هي هتتباع لحوم طازه ومذبوحه هنا في المجازر زي ما الخبر بيقول حتى بتاعه السويس، فهي استيراد الكم ده من رؤوس المواشي وتتذبح هنا فانت هتاكلها كانها لحمه بلدي، بس هي الفرق ان هي اتربت في مرعى بره. ايوه برافو عليك، هي دي بقى هي الفرق في الطعم، هو التيست اللي انت اتعودت عليه، الطعم اللي انت اتعودت عليه، يقول لك كل واحد بيحب اكل امه ليه؟ لان هو اتعود على الاكل ده، فالاكل ده اول ما بيحطه في بقه بيشعل في عقله بيقرا يقول له الاكل ده الاكل ده كده، بس مش معنى ان اكل والدته هو احسن اكل في هو اتعود نوع العلف ونوع الحشايش ونوع العلف هو ده اللي بيفرق، مع ان بره ممكن يعني في افريقيا بالذات ممكن يكون العلف افضل منك، هم ما بيدخلوش اي نوع من انواع لا مبيدات في الزرع، هم عندهم ربنا مديهم الخير كده من غير مبيدات ورؤوس المواشي هناك ماشيه تاكل براحتها من غير حتى ولا طبيب بيطري ولا ومن غير ادويه ومن غير اي حاجه، وتلاقي هناك راس العجل قد هنا 4 و5 مرات، فما فيش حلو في وحش، في انت بتحب ايه وما بتحبش ايه، وكل واحد فينا على قده ويجيب على قده.
وبرضه انا برضه وجهه نظر يعني وجهه نظر، وبرضه احنا بنرجع بنقول الخطوات اللي بتاخدها الدوله عشان ضخ المعروض يزيد ويواكب الطلب ويمكن يكون اكتر عشان يساهم في الاسعار بقى بتاعه اللحوم للناس اللي بتحب اللحمه البلدي هنا والعجول اللي متربيه مذبوحه هنا، كل ده تمام. هي محاولات، هي حاجه طالما المعروض كتير والطلب لاقي المعروض ده ويمكن كمان المعروض يكون اكتر، غصب عن عين اي حد الاسعار هتنزل او على الاقل هتثبت، بدل ما هي عماله معرفش يعني بسرعه البرق كاننا داخلين في سبق يعني. تمام، ناخد من اخبارنا النهارده. محافظ القاهره يعتمد الحد الادنى للقبول بالثانوي العام، ومصادر بتقول 240 درجه. النهارده وزاره التربيه والتعليم هتقول ايه الحد الأدنى والحد الأقصى للقبول بالمدارس الثانوية العامة أو المدارس الفنية، وهيبان كل حاجة. وفي أخبار بتقول إن هيبقى الحد الأدنى في محافظة القاهرة 240 درجة مئوية، لكن النهاردة هنشوف الخبر اليقين واللي مستنيينه كتير جدا من طلبة اللي خلصوا تالتة إعدادي، بالتوفيق ليهم كلهم. وعايز أقول بس مش الثانوي العام هو اللي حلو ومش الثانوي العام بس هو اللي كويس، النهاردة الثانوي الفني، وفي مدارس متخصصة في الثانوي الفني دوروا عليها، في شركات النهاردة ومصانع كبيرة بقوا يعملوا مدارس خاصة بيهم. الشاب بيتخرج من المدرسة على المصنع، يعني بأول ما بيتخرج بيشتغل في نفس اليوم في المصنع بتاعه. ففي حاجات كتيرة وفي اختيارات كتيرة، وإن شاء الله في الفترة اللي جاية لو قدرنا في البرنامج نطرح عليكم كمان أكتر من مدرسة وأكتر من نوع تعليم مختلف، هنعمل ده برضو في صباح النور. طيب حالة الجو، هيئة الأرصاد، عشان احنا شايفين الجو متلخبط اليومين دول، كل يوم وساعات في اليوم الواحد بنشوف الأربع فصول موجودين في يوم واحد. لكن هيئة الأرصاد بتقول النهاردة هيبقى فيه استقرار في درجات الحرارة، هتكون معتدلة. هي المشكلة عندنا دلوقتي في نسب الرطوبة، يعني امبارح كانوا بيقولوا ان هو ممكن تبقى 50 و55% فترة النهار نسب الرطوبة، تقل حاجة بسيطة تبقى 40-45 بالليل، فبتبقى دي أكتر أو أصعب من الحر. لكن بشكل عام في اعتدال في درجات الحرارة النهاردة المفروض، يعني نشوف ده بكرة وبعده الجمعة والسبت على حسب تقرير هيئة الأرصاد. جمعة وسبت هيكون في يعني اعتدال في درجات الحرارة، أتمنى يكون كمان في نسب الرطوبة والشبورة عشان الناس اللي بتسافر على الطريق. حالا درجات الحرارة تكون قدامكم على الشاشة. ومن أخبارنا النهاردة أخبار الرياضة، ومصر تفوز على غينيا 2-1 وتنتزع بطاقة التأهل لأمم إفريقيا كوديفوار 2023. ألف مبروك للمنتخب الوطني. كان امبارح لعب مباراة الساعة 9 مساء مع غينيا وكانت في مقامة في المغرب، وفازت مصر ب 2-1. والمباراة يعني ما كانتش على المستوى الفني ممتعة، لكن يبدو أني برضو عشان كان إحنا ربما كنا محتاجين فقط التعادل من أجل التأهل، وربنا كرمنا بالفوز. لكن بنأمل أن إحنا 2023 في كوديفوار أمم إفريقيا تبقى يعني مسابقة مختلفة ونحقق أمم إفريقيا. حرام الجيل ده واللي فيه محمد صلاح ما خدش ولا أمم إفريقيا، احنا آخر أمم إفريقيا خدناها كانت 2010. بنتمنى الخير لمنتخبنا الوطني. دي كانت أخبارنا النهاردة، ودي كانت حكايتنا. والنهاردة عندنا موضوعات مهمة تعجب حضراتكم، هبة تقولها لنا. أيوة، أهم حاجة وأنا محتاجاها قبلكم موضوع حساسية الأنف. يعني إحنا كنت لسه بكلمكم على هيئة الأرصاد، وكل يوم عمالين نقول الناس اللي عندها حساسية تخلي بالها من الجو ومن التراب، وفي ناس رجعت تلبس الماسكات بسبب الحساسية. فالنهاردة هيكون عندنا فقرة نتكلم فيها عن موضوع حساسية الأنف وإزاي نتعامل معاها، فقرة تانية. وده طبعا بناء دايما
على طلبكم الموضوعات التربوية، واللي عايزين نطلع ولادنا كده يعني أحسن ما احنا حتى بنتمنى، إزاي نأدب أطفالنا أو نتعامل معهم في أخطائهم، وأقول أصل أنا بربي ابني أصل أنا بأدبه بس بطريقة صح، ما تأذيهوش نفسيا وتعقده ويكبر بعقده كلاكي عودي. بعد الفاصل.